طيب سأذهب إلى محمد حلمي موفد الأخبار، أيضا أخبار مصر. أهلا بك محمد وكل تحية، أعتقد أنك موجود في منطقة أخرى ولديك تفاصيل من زاوية أخرى. لا لديك كثير من التفاصيل، يعني الصورة تظهر العديد من الجمهور خلفك إضافة إلى ضيوفك. إليك الكلمة محمد وكل تحية. بالفعل تحيات لك محمد. إذا كان زميلي حمادة تحدث عن الجلسات، اليوم هو يوم التنوع البيولوجي في المنطقة الزرقاء، نحن هنا في المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء بها العديد من الأجنحة، أتحدث إليك الآن من جناح الحكومة المصرية. هذه الأجنحة هو تحويل الأفعال الأقوال إلى أفعال. بالفعل هنا مبادرات، هنا مشروعات، هنا اتفاقيات، هنا العديد من الأفكار البناءة والفاعلة التي تحدث على أرض الواقع، سواء في أجنحة الحكومة المصرية أو الأجنحة الأخرى. ولكن دعني نتحدث عن الاقتصاديات الأخضر محمد، ومنها الإعلان عن أول مستشفى يعمل بالطاقة الخضراء، مستشفى شرم الشيخ الدولي. ومعي العاملين من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والمشرف على الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد للتمريض. دكتورة كلميني عن سياسات العمل من المستشفيات الخضراء، خاصة أن هذه المستشفيات معظمها تكون تابعة للرعاية الصحية. اهلا بك استاذ محمد. انا عايزه اقول لحضرتك ان مش يعني نشاط التمريض مش بس يعني مركز على المستشفيات الخضراء. احنا بدانا تجهيز والمشاركه في مؤتمر المناخ من 4 شهور سابقين. اخترنا مجموعه متميزه من التمريض على مستوى الجمهوريه من محافظات مختلفه، سواء كانت داخل هيئه الرعايه الصحيه او محافظه اسكندريه الدقهليه والقاهره. في الحقيقه كل اللي موجودين يعني كانوا مؤهلين لاستقبال كل ضيوفنا من دول العالم المختلفه. مستشفيات شرم الشيخ في الحقيقة سواء كانت المستشفى الميداني أو شرم الشيخ الدولي، اللي احنا بنقول إن هي أول مستشفى صنفت كمستشفى صديقة للبيئة ومستشفى من المستشفيات الخضراء، يعني في الحقيقة يعني دور التمريض فيها هو دور توعوي ودور علاجي ودور وقائي. الدور التوعوي إن احنا بنحاول نحد من تلوث البيئة من خلال يعني تطبيق كل وسائل مكافحة العدوى. احنا كان لينا في الحقيقة لقاءات عديدة داخل المنطقة الزرقاء البلو زون والجرين زون النهاردة من خلال التمريض ومشاركتهم في كمان يعني التقييم الشامل لضيوفنا وتشجيع السياحة العلاجية، ضيوفنا من يعني الدول المختلفة. احنا منتشرين على مستوى يعني مدينة شرم الشيخ التمريض، وعلى رأسهم طبعا هيئة الرعاية الصحية، رئيس مجلس الإدارة في الحقيقة يعني وضع خطة شاملة للفريق الصحي، سواء كان داخل المستشفى الميداني، مستشفى شرم الشيخ الدولي، داخل البوسز أو الخيم المختلفة المنتشرة لتقييم واستقبال والترحيب بكل يعني ضيوفنا الكرام على مستوى الجنسيات المختلفة على مستوى العالم. دكتورة يعني إيه مستشفيات خضراء؟ مستشفى خضراء هي مستشفى صديقة البيئة، مستشفى خالية من التلوث، مستشفى في الحقيقة تدي لايف ستايل مختلف تماما، مستشفى نقدر لو احنا كترنا نسبة الخضرة زي ما بنقول والنباتات، لأن احنا معروف إن النبات بياخد ثاني أكسيد الكربون وبيخرج لنا الأكسجين اللي احنا كلنا متعايشين عليه. فطبعا لو احنا قلنا كفريق صحي إن احنا يعني احنا عايزة أدي لحضرتك مثال مرض مثلا كورونا الفترة السنوات اللي احنا السنتين اللي احنا عانينا منهم، ده كان مرض متعلق بالبيئة وقدرنا نكافحه. ولو احنا قدرنا يعني التنظيف الرطب للبيئة وده معيار من مكافحة العدوى، لو احنا ادينا تثقيف صحي للمجتمع ازاي في الحقيقة يستخدم الطاقة الشمسية، ازاي نستخدم المية بشكل معين ويعني نقي المياه من التلوث، ازاي الجو بتاعنا يبقى نقي، لينا دور كبير كتمريض في نشر الوعي الصحي للمجتمع المصري ونتعايش ازاي في بيئه نظيفه ومناخ يعني نقي من التلوث. دكتوره كوثر، يمكن ده هو اليوم العاشر لمؤتمر كوب 27، اكيد تعاملتوا مع العديد من الوفود من مختلف دول العالم، كلميني عن انطباعاتهم في مدينه شرم.
والله عايزه اقول لحضرتك بس يعني خلينا نقول كمؤتمر بوجه عام، هو الحمد لله مؤتمر موفق وناجح بفضل القياده السياسيه طبعا وبفضل تواجد ومتابعه فخامه الرئيس بنفسه، ده رقم واحد. لو احنا قلنا الانطباع الصحي فاحنا عندنا العديد في الحقيقه من الوثائق، يعني شكر وتقدير من بعض الشخصيات الهامه جدا ترددت على المستشفى الميداني وعلى مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعين لهيئه الرعايه الصحيه، واشادوا يعني اللي منهم احتاج للخدمه الصحيه اشاد بالخدمه، واللي منهم كان جاي عشان يطمن على تقديم الخدمه الصحيه قبل بدايه المؤتمر تامينا لرؤساء والناس يعني الضيوف الكرام اللي جايين. فاحنا في الحقيقه كنا يعني هي تجربه يعني خضناها ونجحنا فيها الحمد لله. يبقى محمد ان اؤكد على الشكر لاعضاء الجيش الابيض الذين اذا كانوا تعاملوا بنجاح مع جائحه كورونا فانهم اليوم بيثبتوا بالفعل على الجهود المضنيه والخدمات اللوجستيه اللي بتقدم على مدار الساعه خلال فعاليات المؤتمر للضيوف من مختلف دول العالم. انت تعلم ان عدد المشاركين يصل الى اكثر من 40,000 مشارك، وبالتالي لابد ان يكون هناك جهود مضنيه تبذل على مدار الساعه لاظهار هذه الصوره الحضاريه. سأطلب منك إذا كان ممكن أن تستكمل إذا كان هناك المزيد من اللقاءات، وأنا أرى العديد من المتواجدين، لكن سنرفع فقط أذان المغرب الآن ثم أعود إليك مرة أخرى في شرم الشيخ. فقد حان الآن موعد أذان المغرب بحسب توقيت القاهرة. اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام. اذا رفع اذان العشاء وليس المغرب طبعا بحسب توقيت القاهره المحلي، ونعاود مشاهدينا الكرام متابعتنا لما يدور في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ كوب 27 سواء في اروقه وجلسات المؤتمر الجلسات الرسميه كذلك المسار التفاوضي الذي نتابعه عن كثب. ربما المسار التفاوضي لا ينقل على الهواء لكن نحاول ان نتلمس بعض تفاصيله، كذلك هناك العديد من الاحداث ومن التفاصيل التي تدور خارج قاعات المؤتمر في القاعات المختلفه في المناطق المختلفه في المنطقة الزرقاء وهي المنطقة الرسمية للمؤتمر، وكذلك المنطقة الخضراء والتي تعنى بالكثير من الأنشطة على هامش المؤتمر، وكذلك المعارض والأجنحة كل من يعني من نحو 170 أو 180 دولة يعرضون في هذا المعرض منتجات وأفكار تليق وتتسق مع مسألة الحفاظ على البيئة والحفاظ على الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنتج نتيجة أنه درجة الحرارة لا ترتفع أكثر من درجة ونصف على مدى السنوات المقبلة، مسألة الاحتباس الحراري، مسألة الانبعاثات الكربونية، ومسألة أيضا غاز الميثان وانبعاثاته المتسببة من كثير من الأنشطة الإنسانية على الدول المتقدمة وعلى الدول الكبرى أن تفي كذلك بتعهداتها في إطار المسارات المختلفة وفي إطار الفعاليات المختلفة وأن تكون الوعود قابلة للتحقق. كنا قبل أذان العشاء من شرم الشيخ مع محمد حلمي موفد أخبار مصر إلى المؤتمر إلى كوب 27، وكان معه ضيفة وعديد من الضيوف كذلك. أعود إليه وإليه أنقل الكلمة والتحية مرة أخرى محمد. بالفعل أعد مرة أخرى تحية لك محمد من المنطقة الخضراء من جناح وزارة البيئة، معي عدد من القيادات التمريضية بهيئة الرعاية الصحية، مع مس أميمة صبحي. كلميني بقى عن الخدمات اللوجستية اللي بتقدم سواء في المستشفى الميداني أو مستشفى شرم الشيخ الذي يعمل بالطاقة الخضراء كأول مستشفى في مصر. في الحقيقة هيئة الرعاية الصحية طلبت مننا ترشيح عدد من التمريض المتميز للمشاركة في مؤتمر المناخ، بالفعل رشحنا عدد وجينا هنا المؤتمر، جزء منهم اشتغل في مستشفى شرم الشيخ الدولي والجزء الثاني اشتغل في مستشفى الميداني وشاركوا في أنشطة كتيرة، وطبعا يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نجاح المؤتمر، وطبعا بفضل ربنا ثم القيادة السياسية
التمريض شارك في أنشطة عديدة زي تقديم الخدمة التمريضية في مستشفى شرم الدولي وتقديمها برضو في المستشفى الميداني. شاركوا برضو في بعض المواقع الخاصة بالمؤتمر زي مناطق مختلفة في شرم زي خليج نعمة زي كذا، في كنا عاملين بعض أماكن كده منتشر فيها التمريض، تقديم خدمة تثقيفية وخدمة تمريضية للمترددين على المؤتمر. والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا استفدنا وافدنا. محمود حمدي، كلمني عن ردود افعال بقى الدول الشباب او الفود المشاركه من خلال مقابلتك معهم وكل الخدمات اللي بتقدمها لهم منذ او قبل بدء المؤتمر وحتى الان. بدايه انا احب اشكر طبعا كل القاده السياسيين والمدراء بتوعنا اللي هم بالفعل تم اختيارنا عن طريق الدكتوره كوثر، بدات اختارتنا عن طريق المديريات. احنا من مديريه اسكندريه، ولما جينا هنا مستشفى شرم الشيخ بدأت ان هي تعمل لنا تدريبات وتوعيه ازاي نقدر نشارك في فعاليات المؤتمر وازاي نقدر نقدم خدمه كويسه يعني لمصر وتكون بالذات مع الناس الوافدين والاجانب خاصه رواد المعرض وبتجهيزات مستشفى الميداني ومستشفى شرم الشيخ الدولي. وكان كمان كانوا حريصين برضو في نفس الوقت ان كمان التمريض اللي يكون موجود يكون حريص انهم كان معاه لغات ثانيه بحيث انه يقدر يعني يتردد او يقدر يتعامل مع الوفود. كان الحقيقه كانوا اكتر من لغه، بدانا بيهم في COP27، فكان الاجانب هنا مثلا احنا عملنا هنا لوكيشن بوست لهيئه الرعايه، بدات انها تقدم خدمه مجانيه لكل اللي موجودين، تعمل لهم سكريننج كامل للفايتال ساينس اللي كانت موجوده، الضغط والسكر. بدانا برضو نكلمهم عن المشروع، اول مستشفى شرم الشيخ عندنا دي اول مستشفى بدات جرين هوسبيتال، دي برضو من ضمن اللوجستيكيات اللي كانت موجوده. محطات التحليه اللي بدات في المستشفى، زياده عدد مساحات الخضراء، بقينا برضو اول مستشفى بقت فري ميركري، ان بدانا خلاص كل الاجهزه استبدلناها نستيت بدل الميركري اللي موجود، فاجهزه الضغط واجهزه السكر بقت اجهزه كلها بقت فري ميركري بقت ديجيتال. برضو الحاجه الثانيه الروبوت اللي برضو اللي معانا ده من ضمن برضو الحاجات اللي كانت من المستشفى اللي كان فيها انها تقدر نستخدمها دلوقتي، انها تقدر تقدم العلاج للمرضى، تقدم الوجبات بتاعه الاكل، تخش في مجالات التعقيم ستيرلايزيشن فيلد عشان تقدر تحمي الستاف اللي موجود من المخاطر او الكيميكال هازارد اللي ممكن يقدر يتعرض بيها، وفي نفس الوقت برضو ان ممكن نستخدمه في الغرف العزل اللي موجوده عندنا في المستشفى. كلمني يمكن مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد، كلمني عن يعني انطباعك بقى بعد ما بقى مستشفى اخضر بيعمل البطاقه المتجدده بيعمل مساحات شاسعه من الخضراء، فاكيد حصل فرق وده يمكن ده حدث بانطباعات مع الموجودين في المستشفى. اكيد طبعا غير فيهم بالذات على الصحه العامه طبعا، لان طبعا بعد يعني قبل المؤتمر ما كناش بنقدر نسمع عن قصه الكلايمت او الريليشن ما بين الهيلث والكلايمت، بدا بعد COP27 دلوقتي بدات تلاقي العلاقه بدات كمان بقت وطيده ما بين الصحه والمناخ، وبرده شفنا نموذج حيوي قدامنا في المستشفى دلوقتي محققه ازاي فعلا المناخ يقدر ياثر على الصحه بدليل بتقليل زيادة عدد المساحات الخضراء بالأجهزة اللي بقت فري، الحاجات الريسايكل الجديدة، الحاجات اللي بقت ريوز، دي طبعا كلها أثرت بالذات على الشباب اللي موجود. ويمكن كمان في المستشفى كان معظم الاستاف كان من مختلف المحافظات، فتقريبا الفكرة يعني اتشعبت وتوسعت على مدى المحافظات كلها ومدى التمريض كله. يعني دكتورة كوثر، يمكن من اليوم شفنا ورش عمل موجودة ما بينكم وما بين العديد من المؤسسات الدولية عن طريق الفيديو كونفرنس هنا في جناح الحكومة المصرية. كلمنا عن طبيعي يعني مش متوقف عملكم بس على مجرد تقديم الخدمات في سواء المستشفى الميداني أو مستشفى شرم الشيخ، ولكن في حاجة النهاردة كانت على التغيرات المناخية من خلال ورشة العمل اللي كانت موجودة والمجموعة اللي معانا. حقيقة دكتور أستاذ محمد، احنا في الحقيقة يعني قدمنا في البلوزون قبل كده دور التمريض والقبالة ازاي نقدر نساهم في تقليل الولادات القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية من خلال القابلة المصرية خصوصا في الأماكن النائية والحدودية، ده كان في البلوزون. النهاردة في الحقيقة اتكلمنا على دور التمريض في زي ما زميلنا يعني محمود قال الكلايمت والصحة، تأثير المناخ على الصحة والصحة العامة ودور التمريض في نشر الوعي الصحي، دور التمريض في داخل المؤسسات الصحية، وازاي نقدر ندخل التكنولوجيا الحديثة للتقليل من تلوث يعني جميع بقى التلوثات سواء السمعي أو البصري أو التلوث الجو. كمان اتكلمنا على دور التمريض في الحفاظ وتشيك على مرضى الأمراض المزمنة زي مريض السكر، مريض الضغط، مريض القلب، مريض السرطان. في الحقيقة يعني احنا كان لنا عدة أدوار سواء كانت وقائية أو علاجية من خلال مؤتمر المناخ.
إذن زميلي محمد، العودة للطبيعة إلى الناس، من الناس وإلى الناس، هذا ما أكدت عليه النهاردة وزيرة البيئة خلال الجلسة الافتتاحية. بالفعل العودة للطبيعة هو أحد الأسباب الرئيسية لمواجهة التغيرات المناخية. يمكن السيد جون كيري مبعوث الولايات المتحدة للمناخ أكد أن هناك ما يقرب من 15 مليار دولار للصرف على الطبيعة، منهم 1.5 مليار دولار في لتأمين الغابات. وبالتالي العودة للطبيعة هو الأساس لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب التوصيات التي أكد عليها المؤتمر أو التي سوف يؤكد عليها المؤتمر بعد غد في الجلسات الختامية. إذن نحن أمام تحدي كبير، سواء على المستوى المحلي الإقليمي الدولي، لمواجهة التغيرات المناخية بشكل ملح حتى نصل إلى ما يقال إلى زيرو من انبعاثات الاحتباس الحرارية، ولكن ده بيتطلب مجهود كبير محمد، وكذلك بيحتاج تمويل وبيحتاج مشاركة من المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، المؤسسات الدولية. وهذا ما يحدث بالطبع هنا في كوب 27 من خلال شعار معا للتنفيذ، وهذا ما سيحدث ونرجو ونطمح أن يحدث في القريب العاجل. معك محمد. شكرا جزيلا لك ولضيوفك محمد حلمي موفد أخبار مصر إلى شرم الشيخ.